ابي خامس انا خامس خلني ساقط بخامسه طيب ودني وين ثانيه يا ولد باطني هذا ترى هذه الفجعات اللي سووها فينا ايه اللي دمرتني شوف هم يا مدرس ايش قصده ان كنت تشجع وتكسر الدنيا وتقول انا ما وتثبت اني ملك وانت ضعيف ضعيف ماديا ضعيف دراسيا وضعيف ايش نفسيا تعطيها مخرج انا من اول افكر ان خامسه بعدها سادسه بعد يجي مستقبل لانك تقدر تكمل دراسه تقدر في وظائف ومن اول عسكريه صعب سادسه حلو سادسه ما يصير يعني نقولها سادسه طيب يوم دخلت الفصل اعوذ بالله وانا انهيار اغمى علي بعدين مسكني واسويها بعد انا ودي اقول له يغمى علي يعني خلاص يرحموني او يفصلوني خلاص ما بين مدرسه طيب حلو صار وجيه يا ولد ما صارت انا قده عشان يشوفون العرعة كسول والمدرس يكلم هذا يكلم المدرس الثاني خلاص بس يسمعكم يسمعنا هل الموت قال ملفاته وبس شوي ننقل ملفاته روح مستقبلي يمر عليها كريو اعوذ بالله الله لا يوريك يا ولد دقيق ما ادري كيف مرة يسمع الاصوات تقول فتنك يا ولد نفسية تعبان طيب تعبت خلاص تعدي الحصة الأولى والثانية ودق الجرس حق الفسحة دائما اطرح فسحة هالمرة ما فرحت هالمرة هذه ما بيها فسحة حطها طيب واروح الفسحة واشتري سندويتش واكل يدي ورالي اني افس فيك فلاكل ما احد ما ينزل غير حدرة فالما والله المرندة كل ما شبتني غير اشرب خلصت الماء والمرنده والسندس ما راح منها غير منك يا الله وهي دق الجرس حق نهايه الفسحه ما لي قدره بقوم بروح مع الناس اشوف النيات يا دا المرض النفسي ترى مصيبه صدمات هذه والله شلون انتهيت منها انت الحين؟ الناس تمشي يا ولد مدري ما تبي الحياه انت ما ابي حياه خلاص يوم طلعت مع الدرج دخل بدخل الفصول ها مدرس بوجهي عند الدرج هو نفس المدرس قال هذه اخر مره لكم الحين ترجعون في سوق يوم قال انا اجلس على الدرج جلست يا طالب ايش فيك تجلس جلست طردت يا باب تبي ترجع خامس بس هو ترى هو الاولى هدف ترى فيها ما في هدف وانا من بعدها وانا ماني انا خلاص ما ادري من بعد هالدرسه خلاص كرهت شيء اسمه مدرسه وكرهت شيء اسمه يا ولد علم كرهت بس قالوا تكفى قلت لهالي ما دام تعبت وقال جابوا لي قرين وحالتي قالوا بس كمل ساس هذا يمكن سجل عسكري سجلت عسكري سجلت عسكري واموت في العسكري ولا داني المدرسه المدرسه هذه اقدر شيء هذه من اللي سواها مدرب فاحيانا مواقف تاثر بالشخص